بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم بكل خير ومرحبا ومسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج حياتنا اقدمها انا وزميلي سلمان يوسف مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور اخوي علي، مسي بالخير على مشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي برنامج حياتنا في قطر وفي كل انحاء العالم حلقه الاثنين اللي نتمناها حلقه جميله خفيفه تنال على رضاكم وأستحسانكم يعني أمس كانت في أخبار جميلة جداً كيت. قدمناها للمشاهدين بدوا إن شاء الله يتوافدون على ترتيب أمورهم ترتيب أوضاعهم. خاصة قبل العيد ان شاء الله. قبل عيد الاضحى خصوصا علي ممكن انا كنت في البيت امس واشوفكم واشوف حلقتكم على الهواء في برنامج حياتنا، وشفنا ايضا مشاهدينا الكرام المؤتمر الصحفي اللي ممكن هالقطار كلهم شافوه واهتموا بهذا المؤتمر. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام اعلنت وزاره الصحه العامه عن بدء المرحله الثالثه من رفع القيود المفروضه جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. يوم غد الثلاثاء 28 يوليو. مشاهدينا الكرام بينت ان هذه الخطوه تاتي في ضوء المؤشرات الايجابيه التي توضح نجاح جهود دوله قطر في التصدي لهذه الجائحه. واوضحت الوزاره خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس بهذه المناسبه الاجراءات المتبعه من رفع القيود والخاصه باماكن التسوق والعمل والصلاه في المساجد وارتياد المطاعم والمقاهي. والذهاب الى الصالونات التجميليه وصالونات الحلاقه والصالات الرياضيه والنوادي الصحيه واجراءات السفر. مشاهدينا الكرام ودعت وزاره الصحه الى ضروره الالتزام التام بالاجراءات الاحترازيه التي اوصت بها الوزاره والتي راح نتعرف عليها مشاهدينا الكرام واياكم خلال هذا التقرير الاتي. مع اقترابنا من بدايه المرحله الثالثه من رفع القيود المفروضه جراء فيروس كورونا عقدت وزاره الصحه العامه مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه اخر المستجدات والاجراءات التي اتخذتها دوله قطر لمواجهه فيروس كورونا كوفيد 19 خلال الفتره القادمه اعلان على ان المرحله الثالثه من رفع القيود المفروضه جراء جائحه كورونا كوفيد 19 ستبدا الثلاثاء الموافق 28 من يوليو 2020. تأتي هذه المرحلة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لذا نحث الجميع على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، حيث تصدر الوزارة دلائل إرشادية بالتزامن مع كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي. وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي أهم الإجراءات المتبعة من رفع القيود والخاصة بأماكن التسوق والعمل والصلاة في المساجد وارتياد المطاعم والمقاهي والذهاب إلى الصالونات التجميلية وصالونات الحلاقة والصالات الرياضية والنوادي الصحية وإجراءات السفر. عند عودتهم إلى دولة قطر من يعني بعد انتهاء الإجازة ينصحون بأنهم يعملون الفحص خلال 42 ساعة قبل عودتهم. الى قطر عن فيروس كورونا باستخدام الفحص الذي يسمى بي سي ار واستخراج شهاده طبيه او ورقه تثبت انهم عملوا هذا الفحص وان الفحص سلبي، هذا يخفف من احتياج انهم يعملون الفحص في المطار وقد هذا ياخر دخولهم من المطار عند عودتهم. ايضا احنا ننصح ان الكبار بالسن والناس اللي عندهم امراض مزمنه انهم ما يسافرون قدر الامكان. لانهم اكثر عرضه لمضاعفات الفيروس اذا اصابهم وهم في الغربه، وما اعتقد انه يعني راح يلاقون نفس الاهتمام والرعايه الطبيه اللي راح يلاقونها لو لا سمح الله مرضوا وهم داخل دوله قطر. وقد كشفت وزاره الصحه العامه ان بدء المرحله الثالثه من رفع القيود تاتي على ضوء الهبوط المتزايد في عدد حالات الاصابه ومعدلاتها اليوميه. وجميع المؤشرات الايجابيه التي توضح نجاح جهود دوله قطر في التصدي للجائحه. مشاهدينا الكرام، الانتقال من مرحله الى اخرى من مراحل الافتتاح التدريجي مرهون بتعاون الجميع وتطبيقهم للاجراءات. الاحترازيه. اكيد اخوي علي وبعد الالتزام بالاجراءات الساريه اللي حددها مجلس الوزراء ومنها ارتداء الكمامات عند الخروج وايضا تحميل تطبيق احتراز والتباعد الاجتماعي اللي يعتبر الاهم. نعم. مشاهدين الكرام شهدت محال البخور والعطور بسوق واقف اقبالا ملحوظا خلال الايام القليله الماضيه استعدادا لعيد الاضحى لا سيما العطور العربيه والبخور والتي تلقى رواجا في المناسبة أكيد علي خصوصا مع اقتراب العيد مشاهدينا الكرام استعدت هذه المحال محال بيع وتجارة العطور مبكرا لهذا الموسم لتغطية الإقبال على بضائعها وسط عدد من الإجراءات الاحترازية مزيد من التفاصيل نتعرف عليها وياك خلال هذا التقرير إن تطأ قدمك سجواجف تقودك الروائح العطرة التي تفوح من أزقته إلى محلات العطور غربية كانت أم شرقية جميعها يحوي عوداً أسيوياً صفياً أو مخلوطاً بأفخم أنواع العود والعنبر والمسك والزعفران يصنع على شكل دهان وبخور وبخاخ كما يعد من أساسيات البيت القطري العود البخور هذا جزء من عاداتنا وتقاليدنا من, من سنين الأجداد وشيء شيء ماشي معنا في الدم يعني مو بشيء ذا احنا فعلا احنا نحب الغربي ونحب ذا لكن الاصل الاصل ما في مثله انواع البخور هذه العود العنبر الكمبودي الانواع هذه العربيه اللي جايه معانا من الاول هي في النهايه اسيويه لكن بالنسبه لنا احنا ناخذها هذه شو اسمه لازم تشمينها الاعواد المطيبه عندي يمكن آه ثلاثة أو أربعة أنواع العود بالعنبر والعود بالورد والعود الأزرق والعود بالعود هذه عواد مطيبة يعني مسقاة تسقية عود طبيعي مسقاة بالأشياء هذه عندي العواد الطبيعية اللي يميزها أنها أعواد طبيعية مو مضافة لها أي شيء منها مثلا الهندي الماليزي آه السيوفي في كثير أشياء وجودات يعني درجات تخلص الباعة من مخاوف الزبائن المتعلقة بالنظافة بات أولوية حيث إن محلات العطور والبخور عادة ما يتم فيها لمس العينة أو شمها غير أن أزمة كورونا فرضت قوانين جديدة للتعامل في هذه المحلات لكسب ثقة الزبائن كما دفعتها إلى تسويق منتجاتها وبيعها إلكترونيا. مع تداعيات فيروس كورونا لم يعد الإقبال على العطور مثل السابق نحاول كسب ثقه زبائننا من جديد عبر اجراءات وقائيه كمنع لمس المنتجات وعدم استقبال اكثر من شخصين في المحل كما نحاول انعاش مبيعاتنا عبر موقعنا الالكتروني مع التوصيل الى المنازل من دهن العود الكمبودي أو الماليزي الذي يفوق سعره ثلاثة آلاف ريال لكل عشرة مليلترات إلى خلطات أخرى لا تتعدى المئة والخمسين ريال يجد العارف بالعطور الأصلية هنا ضلتها سيما أن عيد الأضحى على الأبواب والعود والبخور جزء من بهجته وزينته اكيد مشاهدينا الكرام احنا من عاداتنا وتقاليدنا دائما العود والبخور والروائح الجميله والطيبه وتميزنا فيها يمكن في منطقه الخليج اكثر من المناطق الثانيه يعني ما شاء الله انا قبل شوي سلمت عليك ما شاء الله عينتيك يعني ريح بخور وعود طيب الله يسلمك هاي من طيبك هو هذه هدية جايتك ولا؟ بعدين أقول لك طبعا الكرام هذه العادات ممكن تعودناها من بهاتنا ومن أمهاتنا من زمن قديم علي وإحنا متعودين خصوصا أيام العيد بالروايح الطيبة وكل هذه تورثناها من أبانا عسى الله يحفظهم اللهم أمين أنا أنتظر الهدية منك إن شاء الله مشاهدينا الكرام في خطوة لتحسين الرعاية الطبية المقدمة لكبار السن في قطر تم إطلاق خط ساخن لمساعدة المصابين بالزهايمر ومشاكل الذاكره. استاذ الكرام راح نتكلم اكثر عن هذا الموضوع ويسرنا ان تكون معنا عبر الخط الهاتفي الدكتوره هنادي الحمد وهي قائد برنامج الشيخوخه والمدير الطبي لمستشفى ارميلا ومركز قطر لاعاده التاهيل، مسي بالخير بدايه ونسعد بتواجد في حياتنا ويا ليت لو نعرف الساده المشاهدين اكثر بتفاصيل عن خط المساعده للمصابين بالزهايمر ومشاكل الذاكره. السلام عليكم. عليكم في عليكم البداية يسعدني دعوتكم الكريمة تحدث عن خط المساعدة الوطني للتعايش مع مرض الألزهايمر واحنا سميناه راحة، خط راحة. قبل لا أتحدث عن الخط المساعدة بس ببتدي بتعريف بسيط عن مرض الألزهايمر هو مرض ببساطة يؤثر على الذاكرة أساساً ومع التقدم في العمر نسبة حدوث هذا المرض تزيد. وفي عوارض سلبية لهذا المرض هو تأثر على سلوك المريض وتصرفاته. فإحنا في مؤسسة حمد الطبية أن نطلق هذا الخط الساخن لتقديم المشورة الصحية لمقدمين الرعاية والمرضى أنفسهم. وحتى الخط الساخن أو خط راحت غير الدعم الناس اللي لهم أي مشورة تتعلق بالمرض. اي توجيه اذا محتاجين اي يعني سلوك جديد جد على المريض حابين يستشيروننا في مرضى او حالات تكون باقي عندهم ضعف الذاكره ما تشخصوا ليه فيه فاحنا في بعد نوجههم شلون يروحون ونساعدهم في مواعيد قريبه يكون في عياده الذاكره فهذا باختصار يعني عن عن الخط الساخن <applause> الرقم اللي نتوصل للناس عليه هو رقم 40 26 22 22 احنا موجودين يوميا من الاحد الى الخميس ما عدا الويك اند يعني <applause> الجمعه والسبت لا من الساعه 8 لين الساعه 3 العصر. دكتوره يمكن الاسم شوي شد انتباهي ويمكن اكيد اكثر المشاهدين بيسال عن اسم راحل، ليش سمي او خصص هذا الاسم لهذا الخط الساخن؟ العناية بمريض الزهايمر أو حد عنده اضطراب ذاكرة يعني يكون غير يأثر على المريض نفسه يأثر على المقدمين الرعاية إحنا نطمح ونسأل الله تعالى إن نكون راحة حق أي حد يتصل لنا نريحهم في سؤالهم نريحهم حتى ممكن بس نفسي بتتكلم أو والله يعني نعمل لهم شيء اسمه سايكولوجيكال سبورت أو دعم نفسي اتمنى يكون هذا الخط ان شاء الله يعني ما نصل احنا بس اتمنى يكون هذا الخط يكون راح حق المتصل سواء المريض او مقدم الرعايه. اكيد دكتوره هنادي ممكن الخط الساخن اللي ذكرتيه اللي هو 40 26 22 22 يعني خلينا نتكلم اكثر عن الناس اللي راح تستقبل هذه المكالمات الخاصه بمرض الزهايمر اكيد كلهم كادر طبي مؤهل للتعامل مع مثل هذا المرض السؤال مهم جدا احنا من يوم ما دشينا الخط تقريبا تلقينا 300 مكالمه منهم اللي يطلب تشخيص ومنهم اللي يطلب مشوره ومنهم اللي طالبين دعم نفسي او اجتماعي اللي يقوم بالرد على طبعا احنا السريه مهمه جدا في اللي يرد على الخط اللي هو الفريق اللي يرد على الخط سريه جدا تامه حتى الملاحظات اللي نحطها في النوت تكون بسريه تامه اه اللي يكونوا موجودين في الخط احنا عندنا سايكولوجيست اه او أخصائيين نفسيه طبيب متخصص في في الزهايمر او الحاله النفسيه لكبار السن وطبيب متخصص في كبار السن وممرضه مؤهله ومدربه والتدريب هي تحصلت ان كان هذا الموضوع قبل كورونا جاتنا منظمه الزهايمر العالميه وتقريبا استقطبنا 60 ممرضه من مؤسسه حمد الطبيه وقمنا بتدريبهم واخذنا 15 منهم كشامبيون او يكونون اللي يعني يدربون الناس الثانيين نعم. فالحمد لله يعني الفريق اعتقد ان شاء الله يكون كفؤ ومؤهل انه يجاوب على الاتصالات نعم دكتوره هنادي يعني نتكلم اليوم عن الزهايمر يعني كل الناس يجي في بالهم انهم كبار السن لكن هل في مثلا ناس اعمارهم اقل من الستين عام يجيهم الزهايمر وهل مثلا اذا احد يشتكي من بعض النسيان يقدر مثلا انتم تساعدونه وترشدونه على ترتيبات معينه؟ سؤالك جدا مهم، احنا بس حابه اشارككم ان دوله قطر اول دوله عربيه في المنطقه خدت خطوات فاعله اتجاه هذا المرض، قمنا بتدشين الخطه الوطنيه للخرف عام 2018. ضمن هذه الخطه الوطنيه هل ممكن احنا نقلل من عوارض او تقليل معدلات عوامل الخطورة من مرض الزهايمر؟ الاجابه كانت نعم. وهذه بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه عرفنا عوامل كبيره لو الواحد تقدم في العمر، مرض الزهايمر متصل بالعمر، لو الواحد حافظ على أشياء معينة ممكن يقلل بنسبة 30% من حدوث المرض. فهذه منها يعني طبعا انا ادري مش مجال الحين الحديث بس باختصار مثل الحفاظ المحافظة على التحكم في الضغط الدم التحكم في السكر في مراحل العمريه كلها التعليم المبكر له زياده الحركه والتحكم في التغذيه يعني بنختصر ما هو مهم او يساعد على قولتهم اللي فور ذا برين فور اي شيء سليم يساعدنا على تغذيه الدماغ وهو يكون نفس الشيء حق الوقايه okay. من امراض القلب وهم متصلين مع بعض okay. يصير مرض الزهايمر في مبكر قبل عمر الستين عاده يكون فاميليال او جينيتيك يعني ريليتد انه هو يكون له علاقه بحاله جينيه أو يكون في عيلة معينة آه، هذا يحتاج فريق آه، متخصص مت... عشان نجزم ان هذا عنده الزهايمر يعني مش بس كبار السن يكون طبيب الاعصاب ويكون معنا في التشخيص. اكيد دكتورة دكتوره لنفترض اليوم حاله موجوده في احد البيوت وذوي هذه الحاله تواصلوا على الخط الساخن، يعني في بيت عندهم حاله زهايمر لكبير السن أي. وافراد هذه الاسره تواصلوا معاكم على الخط الساخن، هل ممكن يتعلمون من آه، الاطباء اللي موجودين في الخط الساخن كيفيه التعامل مع مريض الزهايمر؟ كلامك صحيح هذا جزء من اهداف الخط الساخن هي عمليه تثقيف وتعليم واحنا بصدد بعد نعمل مثل ويب سايت او يعني مثل ويب سايت يعني في سهل على اهالي المرضى يروحون على هالمكان وياخذون المعلومات الصحيحه، لان اذا عملت عمليه بحث او جوجل ممكن ما يعطونك المعلومات الصحيحه. فهذه احنا مع منظمه الصحه العالميه في المرحله النهائيه من تجميع المعلومات اللي تخص يعني لو صاد هذا السلوك شنو التصرف الصحيح؟ لو المريض عنده هالتصرف شنو شنو الادفايز او النصيحه اللي تكون؟ فمثل ما تفضلت فعلا هو خط الساخن جزء منه بيكون عمليه تثقيف ودعم او نقول لهم المصدر وين يجيبون المعلومه الصحيحه. طبعا ان شاء الله لما جائحه كورونا بعد تختفي ويقل الموضوع احنا بدينا عمليه مواجهه مع اهالي المرضى عمليه التعليم المباشر في شهر سبتمبر بيكون الشهر المعترف فيه منظمة الصحة العالمية المرض الزهايمر 21 سبتمبر هو اليوم العالمي إحنا بصدد إنه هل ممكن نعمل عن طريق الفيرتشوال أو الافتراضي عملية توعية قاعدين نتعاون مع زملائنا في منظمة الزهايمر في عمان وجالس قاعدين نعمل يعني مثل فريق انه ممكن نوعي الناس عن طريق الافتراضي نعم. او نعم. ما في داعي للمواجهه. دكتوره هنادي الحمد كلمه اخيره تحبين تقولينها للمشاهدين خاصه اللي عندهم كبار سن في بيوتهم. احب اقول لهم ان احنا معاكم انتوا اي حد عنده مريض الزهايمر او اضطرابات في الذاكره احنا معاكم لازم تحسوا انه في حد حاس بالوجع اللي انتم حاسين فيه نبي نكون احنا في خط راحه هم الخط اللي يحسسهم بالامان الكلمه الاخيره الثانيه إن احنا لو تحكمنا في العوامل الخطورة ممكن نقلل من احتمالية حدوث مرض الزهايمر ودائما الوقاية خير من العلاج والله يحفظ الجميع أمين يا رب العالمين نذكر السادة المشاهدين أن الخط الساخن هو 40 26 22 22 كل الشكر للدكتورة هنادي الحمد وهي قائد برنامج الشيخوخة والمدير الطبي لمستشفى ميرا ومركز قطر لإعادة التأهيل ان شاء الله ما يجينا زهايمر إن, ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مشاهدينا الكرام اطلقت قطر الخيريه حمله الاضاحي لهذا العام لسنة 1441 هجريا تحت شعار بالخير اطمئن والتي تسعى إلى توفير 42286 أضحية ينتظر أن يستفيد منها ألف مليون شخص في 30 دولة مشاهدي الكرام ذلك اعتمادا على تبرعات أهل الخير في قطر ودعمهم السخي لها راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع سعدنا أن يكون معنا في الاستديو سيد عبد العزيز جاسم الحجي وهو مدير إدارة خدمات العملاء في قطر الخيرية مسي عليك بالخير بداية ونسعد بتواجدك في الاستديو حياتنا يا هلا مرحبا مساء الخير أنا سعادتي اليوم ما توصف أمانة جرت العاده بالذات الفتره الاخيره ان نلتقي عن بعد عن بعد صحيح فاليوم انا موجود بينكم وانتم ناس امانه الانسان يتشرف في معرفته والجلوس معكم الله, الله يطول عمرك يعني اليوم ما شاء الله الخير قاعد ينفتح وراء بعض اللهم لك الحمد واليوم انتم الدعوه اللي مسوينها للاضاحي أه السنه هذه الرقم كبير مليون نعم و الف نعم نعم, نعم فاحنا نبي نعم نعم نتكلم معاك تحت شعار او نتكلم عن حمله الاضاحي لهذا العام تحت شعار بالخير اطمئن. نعم، طبعا قطر خيريه هالعام اطلقت حمله الاضاحي تحت شعار بالخير اطمئن ونسعى امانه الى توفير ما يقارب 42300 اضحيه متوقعين ان عدد المستفيدين يتجاوز المليون و600 شخص في 31 دوله اوروبيه وافريقيه واسيويه منها دولة قطر بقيمة إجمالية تقريبا 20 مليون ريال قطري طبعا هذا يعتمد كذلك على دعم أهل الخير أهل, القطاء، أهل العطاء من 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 مقيمين ومن مواطنين كذلك موجودين في المجتمع. اكيد ابو جاسم دائما انتم في كل عيد اضحى لكم حملات مباركه يعطيكم الصحه والعافيه عليها لكن ممكن هالسنه ظروف استثنائيه في ظل وجود جائحه كورونا، فخلينا نتكلم عن جائحه كورونا، هل شكلت تحدي بالنسبه لقطر الخيريه ولا كيفيه التعامل مع هذه الجائحه؟ طبعا، طبعا ما في اي شك، امانه جائحه كورونا من اول ما اتت، احنا يعني برامجنا ومشاريعنا كلها تغيرت بناء على يعني مثل ما يقولون جائحه كورونا. صح. بالنسبه لمشروع الاضاحي، الحمد لله قطر خيريه امانه جدا مهتمه بهذا المشروع، مشروع الاضاحي، وذلك لان هذا المشروع يحقق مثل ما يقولون ادخال الفرحه والسرور في في قلوب وفي نفوس الكثير من الاسر المتعففه واليتامى والارامل واسر العجزه والمرضى خلال ايام عيد عيد الاضحى المبارك، قطر خيريه امانه تحرص كذلك سنويا على توسيع نطاق الاستفاده من المشروع، وكذلك تنويع اماكن توزيع الاضاحي، حتى مثل ما يقولون نصل الى اكثر الفئات المستحقه لهذا المشروع. واجمالا حمله يعني بالخير اطمئن امانه هي حمله تسعى الى بث روح مثل ما يقولون البذل والعطاء والطمانينه في في نفوس المتضررين، ونؤكد كذلك أن أن الهدف لن يتحقق الهدف من الحملة لن يتحقق إلا بدعم أهل الخير وأهل العطاء في هذا المجتمع المبارك يعني لو نتكلم عن تركيز الحملة على المناطق اللي تشهد فيها أزمات وخاصة المتضررين من فيروس كورونا يعني إحنا في آه دول الحمد لله هذه عندنا حكوماتنا وقفت معانا وسوتنا هم الآن لاجئين وفي مخيمات وعندهم نزوح ويمكن ظروفهم ما يعلم فيها إلا الله وأنتم الآن تبون توصلون لهم علشان تقدم لهم المساعدات ايضا انتوا عليكم خطر ما في شك. وعلى ما في شك. العاملين خطر شلون بتتعاملون معهم شلون بتوصلون لهم ما في شك اولا آه طبعا بالذات هذه السنه آه الجماعه عندنا في قطر خيريه بالاضافه إلى المكاتب الميدانيه ركزنا على آه فئات اللاجئين آه لان تدري انت يعني اضطرت آه ظروفهم أن يبتعدون عن عن بيوتهم وعن منازلهم صحيح. وعن بلدانهم صحيح. وخصصنا لهم أضاحي راح توزع إن شاء الله لهم في الدول اللي لجأوا إليها وذلك تقديرا من, من, من العاملين في الجمعية لأوضاعهم الصعبة وظروفهم الإنسانية بسبب الازمات اللي تمر بها وبالذات في الفتره الحاليه اللي هو بسبب جائحه كورونا طبعا احنا استعدينا كذلك قبل وفرنا جميع المستلزمات الطبيه جميع الامور اللي ان شاء الله تساعد على عدم انتشار الفيروس اثناء التوزيع واثناء التواصل مع المحتاجين أكيد فعبد العزيز لو تسمح لي بهذا السؤال يعني ممكن العملية سابقا كانت يضطر الشخص ممكن يروح إلى فرع قطر خيرية نعم. في منطقة المطار نعم. إن يدفع مبلغ الأضحية لكن اليوم مع كل هذه التقنيات وأمانةً نعم. تطبيق قطر الخيرية على الهواتف الذكية العملية صارت أسهل فخلينا نتكلم عن هذه النقلة طبعا. وعن وصولكم أنتم للناس بهذه التقنية طبعا أولا ما في شك يعني صحيح جائحة كورونا متواجدة وإحنا نحث المجتمع البقاء مثل ما يقولون في البيوت أو الخروج بأخذ عوامل يعني السلامة والآخرة لأن يهمنا أمانة يعني من نتواصل مع المتبرع أو مع العميل أو مع الشخص هذا الخير يهمنا كذلك نتواصل معه حسياً وبصرياً ومعنوياً ولكن هذا يعني ما يعني ما يعني ان احنا ما نتواصل يعني اه تقنيا ولله الحمد تطبيق قطر خيريه يمكن كل يومين يعني اليوم اليوم على سبيل المثال طلعنا بي بي بوسائل جديده اه للتبرع سهوله التواصل في السابق كان اذا عندك بعض المستحقات او حاب تدفع لشيء معين ممكن خلال يعني مكالمتك للكول سنتر تعطيهم رقم الفيزا وبعض البيانات على اساس الجماعه في الكول يساعدونك. بطاقه تصرف اليوم؟ نعم اليوم نعم ما تحتاج هذا، اليوم مجرد فقط تتصل فيهم تقول والله انا عندي مستحقات في نفس الوقت وفي نفس اللحظه راح يوصل لك مسج من خلاله راح تدفع المستحقات بدون ما تحط اي رقم. يعني هذا هذا يبي شعار ثاني. اقعد في بيتك ناخذ فلوس يعني احنا لا احنا ما نبي نقول بالعكس احنا نبي نبي المجتمع يتواصل معنا ونبي صحيح ايضا يكون قراب من المجتمع صحيح يعني خلينا نتكلم عن الحملات اللي امانه تقومون فيها واليوم انتم مواجهه لدولة قطر حتى على مستوى الامم المتحده اليوم نعم. الاسم ما شاء الله يعني ماخذ الوضع الطيب اليوم نظره العالم لقطر وايضا الاعمال الخيريه اللي تقوم فيها دوله قطر باسم قطر الخيريه الحمد لله طبعا ما في اي شك ولله الحمد احنا يعني كما الكل يعلم العالم يعلم بالكامل ان دوله قطر ولله الحمد دوله عندها نهج انساني خير في جميع يعني أعطى جميع الدول سمو الامير منح لجميع الدول في اي ملتقى واي مؤتمر تجد ان الحكومه تتعهد بكثير من المنح يعني كورونا صح صحيح صحيح هذا هذا ترى على فكره هذا الشيء هو اللي اعطى جمعيه قطر خيريه وباقي الجمعيات والمؤسسات طبعا صحيح في قطر هي اللي اعطاهم الدعم المعنوي والدعم أنها تروح الدول وتساعد هذه الدول لولا لولا الله ثم دعم الحكومه ودعم القياده الرشيده في هذا الامر. نعم اخوي عبد ختاما يعني احنا يهمنا ان الساده المشاهدين يتعرفون اكثر على حمله الاضاحي وهي تحت شعار بالخير اطمئن، فالكلمه الاخيره اللي حابب توجهها لمشاهدينا نعم بالنسبه لحملتنا بالخير اطمئن، طبعا لو نتحدث عن الداخل والخارج راح نقسمها الى قسمين، بالنسبه للداخل أه احنا هدفنا أمانة توزيع ما يقارب 4500 أضحية بمبلغ 2 مليون ريال قطري متوقعين أن عدد المستفيدين تقريبا 45 ألف شخص راح يستفيد وأيضا راح توزع هذه الأضاحي داخل قطر إلى أسر المكفولين أو أسر اليتامى المكفولين لدى قطر خيرية بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المحدود وأيضا المتضررين متضررين كورونا هذا بالنسبة للداخل بالنسبة للخارج أيضا نسعى إن شاء الله إلى إلى توزيع ما يقارب 37700 أضحية في 30 دولة أوروبية وإفريقية وأسيوية نعم كل الشكر لقطر الخيرية أمانة على هذه الجهود وأكيد أن نحن دائما ننبهر أمانة بتقدمكم حتى مع التكنولوجيا وإراحة الناس وأيضا معلوماتكم اللي تكون موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي هذا من حسن ظنكم وانا اللي سعيد امانه بتواجدي معاكم. الله يعطيك الصحه والعافيه مشاهدينا الكرام، كل الشكر للسيد عبد العزيز جاسم حجي وهو مدير اداره خدمه العملاء في قطر الخيريه. مشاهدينا الكرام، لعل احد القضايا الابرز التي تشغل الامه في الشهور الاخيره في هذا العام هي جائحه كورونا كوفيد 19. مشاهدينا الكرام اقام امس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤتمر صحفي يتناول بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول جائحه كورونا التداعيات والدروس المستفاده حول هذا البيان ومحتواه يحدثنا ضيفنا فضيله الشيخ علي القرداقي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور السلام عليكم ورحمه الله وحياك الله معنا اليوم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم يا مرحبا فيك دكتور، دكتور لو تحدثنا عن محتوى البيان الذي اعلن عنه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه، دا. اسمح لي او اسمحوا لي اولا ان اقدم تهنئتي لامتنا الاسلاميه ولشعبنا القطري العزيز ولجميع من يعيش على هذه الارض. ولجميع المسلمين ان يبارك الله سبحانه وتعالى وان يبارك لهم في هذا العيد وان يكون لهم الصحه والسلامه والتوفيق والقبول وكذلك ايضا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للاعمال الصالحات في هذه الايام الباقيات من العشر التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها والفجر وليال عشر وان الاعمال الصالحات في هذه الايام بمثابه الجهاد في سبيل الله فوفق الله الجميع لكل الاعمال الخيريه حقيقه انا اود ان ابين ان قطر من فضل الله سبحانه وتعالى عليها قياده وحكومه وشعبا انها موفقه في اختيار المشروعات والمؤسسات المتميزه مثل الجزيره وانا اعتقد ان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضمن هذه المؤسسات المتميزه على مستوى العالم لأن الاتحاد يضم اليوم أكثر من خمسة ألف عالم واثنتين وخمسين جمعية علمائية بعض الجمعيات تضم حوالي 5 ملايين عضو في أندونيسيا وغير ذلك هذه الجمعية مقرها في قطر وينشر الخير والحق ويقف مع الحق أينما كان من خلال دولة قطر ينطلق من قطر ولكنها مؤسسه عالميه ومؤسسه انسانيه ومؤسسه علمائيه تقدم الخير، وبما ان الجائحه ايضا الجائحه كورونا كوفيد 19 هي حقيقه اصابت العالم كما لا يخفى على حضراتكم وعلى الجميع، وترتبت عليها اثار اقتصاديه خطيره جدا، تقدر اليوم بحوالي 11 تريليون واثار اجتماعيه على القضايا الاسره وقضايا المراه وحتى قضايا العنف وعندنا دراسات في مراكزنا بان العنف مع الاسف الشديد ازداد <applause> يعني على الاسره وعلى المراه وكذلك لها اثار حتى تعبديه ودينيه حرمنا منذ عده اشهر من اقامه صلاه الجمعه والجماعه والعمره والحج هذه الآثار الآن سيكون لها حقيقة آثار مستقبلية خطيرة جدا على نعم. كافة هذه المستويات نعم. السياسية الاجتماعية الاقتصادية، الأسرية الإنسانية ولذلك عقدنا اجتماعا خاصا لمجلس الأمناء نعم. الذي يضم تسعة وأربعين عالما من مختلف التخصصات اجتمعنا في يوم 16 مايو وقررنا بأن ندرس هذه الآثار ونقدم ميثاقا وبيانا إلى أمتنا الإسلامية أولا وإلى العالم باعتبارنا نحن يعني كعلماء ورثة الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا العلماء يجب أن يرثوا هذه الرحمه وهذه الكرامه كما قال الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى ولقد كرمنا بني ادم، نظرتنا هذه النظره الانسانيه، هذه النظره الشموليه التي تنبثق من رحمه الاسلام، ومن هنا حقيقه شكلنا لجنه كبيره جدا برئاسه فضيله الشيخ عصام البشير. وعضوية عدد طيب من العلماء والمفكرين على رأسهم رئيس الشؤون الدينية السابق دكتور محمد قرمز وكذلك بعض الإخوة الكرام من الاقتصاديين والسياسيين والمفكرين وإلى آخره هذه لجنة حقيقة جلست اجتماعات واستشارت أيضا بعض يعني الشخصيات الكبيرة اجتماعاتهم جميل. وورش العمل انبثقت من هذا البيان الذي حضرتكم أشرتم إليه أمس عملنا جميل. مؤتمر صحفي ونحن حقيقة نشكر تلفزيون قطر على حضوره المتميز في مثل هذه المواقع هذا البيان حقيقة يتضمن فهم الإسلام الإنساني للعالم واننا نحن جميعا بالمناسبه شركاء في هذه الارض لا مؤاخذه حتى جميع الحيوانات شركاء في هذه الارض بنص القران الكريم وفي سوره الرحمن الرحمن علم القران بعدين والارض وضعها للانام اي ان الله سبحانه وتعالى خلقها لجميع المخلوقات اذا نحن جميعا بنو البشر بكل اطيافنا بكل مكوناتنا نحن شركاء في هذه الارض بل يشارك معنا ايضا بقيه المخلوقات من الحيوانات أكيد من الاشجار من البيئه وما اشبه ذلك دكتور طبعا دكتور نعم لو تسمح لي يعني ممكن المشاهد الكريم يشاهد لقطات من هذا البيان او هذا المؤتمر جميل اكون شاكر جدا جميل لكن دكتور دعنا نتحدث عن اهميه هذا البيان في هذا الوقت بالتحديد جميل هذا البيان بالمناسبه نحن استاذننا أدبيا وقانونيا من وزارة الخارجية وأرسلنا لهم رسالة فحقيقة نشكر وزارة الخارجية ممثلة بوكيلة الوزارة الأخت الفاضلة دكتورة الخاطر على ثنائها على هذا البيان وموافقتها بتوزيع هذا البيان الذي نحن ترجمناه إلى عدة لغات بالإضافة العربية إلى الفرنسية والأسبانية وكذلك الإنجليزية طبعا وبقية اللغات الإسلامية مثل إن شاء الله أردو وفارسية وتركية وكردية إلى آخرها وزعناها على جميع السفارات ثم في تركيا أيضا وزعناها على المؤسسات وأرسلناها إلى 650 مؤسسة أممية وإنسانية وحقوقية وسياسية أرسلناها إليها وبعضهم ردوا علينا ردا إيجابيا وامس كان للمؤتمر الصحفي الذي غطته غطته او غطاه تلفزيون قطر وكذلك الجزيره مباشر وجزيره الاخباريه حقيقه كان لها صدى طيب لهذا البيان، فهذا البيان ممكن مثل ما تفضلت يعني اخذ مقتطفات من كل فقره التي تتعلق بهذه الجوانب. تفضل تفضل فضيله الشيخ. آه بارك الله، اولا حقيقه انطلقنا كما قلت لانه اليوم نحن مع الاسف الشديد هذا الاسلام العظيم يتهم انطلق انطلقنا من فهم الاسلام لهذه القضيه ولانسانيه الاسلام ورحمه الاسلام لان الاسلام حقيقه انزله الله سبحانه وتعالى رحمه العالمين وشفاء اكدنا على هذه المعاني للعالم بان الاسلام هو دين الرحمه وليس دين قوم معين وهو يحمل في طياته الرحمه وسوف يعني واكدت هذه الجائحة أن الإسلام استطاع أن يتفاهم علماؤه مع هذه الجائحة أكثر من بقية الأديان نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في شهر ثلاثة أصدرنا بيانا ضافيا حول هذه المسألة وبضرورة عدم اقامه الجمعه والجماعات ما دام هناك خطر محدق بالانسانيه نعم. وهذا لم يحدث حقيقه مثل هذه الامور في بقيه الاديان حتى يمكن سمعنا في اسرائيل ان المنظمات الدينيه والمؤسسات الدينيه لم تغلق كنيسها وبيعها إلا بشق الأنفس فهذا أيضا دليل على أن الإسلام يستوعب كل جديد ويتفاعل مع كل جديد تقح. تحدثنا بعد ذلك عن هو ثاني الواقع الاقتصادي العالمي وطبعا هذه الجائحة كما أشرت في البداية لها تداعيات اقتصادية على مستوى العالم والآن سواء كان في على مستوى يعني النمو الاقتصادي سوف يكون هناك يعني بطءا سوف يكون هناك بطء في الاقتصاد وفي نمو الاقتصادي بل إن كثير من الاقتصاديين يشيرون ويؤكدون على أنه سيتحقق فيما بعد كورونا يعني يمكن خلال شهر شهرين ما يسمى بالكساد العظيم وطبعا مصطلح الكساد العظيم عند الاقتصاديين مصطلح خطير جدا يشبه ويذكرنا بالكساد الذي حدث بعد حرب العالمية الأولى وهذا ما أشرنا إليه وبالتالي قلنا إن الاقتصاد العالمي الرأسمالي أو بقية أنواع مع الأسف الشديد لم تستطع أن تعالج هذه القضايا لا هي أعدت الام الامه لمثل هذه الجوائح ولا استطاعت ان تعالجها بالشكل المطلوب واكدنا على هذا المعنى وبالتالي حاجتنا الاساسيه اخرى الى اقتصاد اخلاقي انساني يعني اكبر دليل على ذلك هذه الجائحه اثبتت انانيه الراسماليه حتى فيما بينهم لما اصيبت ايطاليا ما حد ساعدها حتى دول الاتحاد الأوروبي إلا بالأخير بعدين تنبهوا للمسألة كان كل واحد يقول نفسي نفسي بالإضافة إلى أنه دولة مثل إيطاليا التي تعتبر سابع دولة في العالم اقتصاديا لم يكن عندها عدد السرة كانت اقل مما لدينا من قطر ونحن في هذا البلد بفضل الله سبحانه وتعالى فهذا ايضا تكلمنا تكلمنا ايضا عن واقع السياسي العالمي انه مع الاسف الشديد نحن لا نتفق في ان تتناحر الدول الكبرى وفي هذا الوقت بينما نحن نريد أن تتفق دول كبرى لحل علاج لهذه المشكلة اليوم بدأت الصين وأمريكا تتصارعان بينما المفروض كان تتنافسان لإيجاد حل ولقاح <applause> تكلمنا عن واقع الاجتماع العالمي حقيقة وخاصة في مجال الأسرة ومجال المرأة ومجال الفقر ومجال البطالة وأشرنا حقيقة إلى إحصائيات دقيقة من خلال منظمة العمل العالمي حيث تؤكد على أن أكثر من 50% من عمال العالم سيتعطلون وأن عمال العرب سيزداد عددهم إلى ما يساوي ثلث بلا العرب يعني حوالي إلى حوالي 100 مليون عاطل وفقير ومحتاج سوف يوجد فيما بيننا وهذا يتطلب من أمتنا الإسلامية وأمتنا العربية أن تستعد كما الآن أوروبا خصصت في حدود 2 تريليون لدول الاتحاد الأوروبي نعم. فالمفروض العرب أيضا يت... لكن مع الأسف الشديد العرب مشغولون بالحصار على قطر ومشغولون بتأييد نعم. آ... ما يسمى صفقة القرن ومشغولون بقضية التدخلات وما أشبه ذلك بينما المفروض هذا ما أشرنا إليه حقيقة م. واقع الصحي العالمي وأنتم قبل قليل صحيح. كنتم صحيح. في هذا تحدثنا عنه بالتفصيل، بعد ذلك تكلمنا ايضا عن واقع البيئة باعتبار وانا عندي كتاب في هذا المجال البيئة امنا يعني لاننا نحن نرجع الى البيئة يجب ان نحافظ على هذه البيئة، بعد نعم. ذلك ارسلنا عدة رسائل بايجاز رسالة الى الحكومات والهيئات التنفيذية برعاية شعوبهم والاستعداد لها وتخ... وترتيب خطة استراتيجية وخطة مرحلية لإنقاذ شعوبنا العربية والإسلامية بل والإنسانية من هذه المحنة إلى أخرها. أكيد, أكيد نعم. فضيلة الشيخ نعم يعني, نعم. يعني حنا فضيلة الشيخ أكيد محتاجين يمكن وقت أكثر على أساس نعرف. ما تضمنه هذا البيان كل الشكر لك فضيلة الدكتور علي القرداقي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعطيك ألف صحة وعافية الصحه والعافيه مشاهدينا الكرام راح ننتقل الى موضوعنا الاخير في حلقه اليوم برنامج حياتنا ومع بدايه رفع القيود المفروضه بسبب فيروس كورونا بشكل تدريجي وتجاوز مرحلتين من المراحل التي حددتها اللجنه العليا لاداره الازمات بكره ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا الكرام يعني بكره الثلاثاء تطبيق المرحله الثالثه مع رفع القيود ومعها تتوسع مساحة الانفراج ولكن يبقى السؤال على مدى الحرص والاحتراز والتعاطي مع هذا الانفراج خصوصا ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك مشاهدينا الكرام مثل ما كل عرفنا موسم الأعياد مناخ مناسب للتزاور وصلاة الأرحام بحسب تقاليدنا الإسلامية المتعارف علينا وعاداتنا وتقاليدنا راح نتعرف أكثر على هذه الأمور وعلى الجانب النفسي من رفع القيود الاحترازية وموضوع التزاور وسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو في هذه الفقرة مشاهد الكرام الدكتور محمد العنزي وهو أخصائي علم النفس مسي عليك بالخير بداية دكتور ونسعد بتواجدك في السيديو حياتنا الله يمسيكم بالرضا والسرور والأخبار الطيبة إن شاء الله دكتور يعني اليوم الوضع الحالي بان كله كامل نعم. الناس بدأت تدخل في فقرات الفرح صحيح ان شاء الله باذن الله. الله, مع تباشير هذه زياده اعداد ايضا المتعافين من الاصابات يعني احنا خلينا نقول انتقلنا من مرحله نفسيه الى مرحله ان شاء الله ثانيه احلى فاحنا نبي نتكلم في هذا الاطار فعلا هي تباشير الفرح موجوده كان هناك ازمه كان هناك اجراءات كان هناك تعليمات استغل الانسان في هذه الازمه اهم ما عنده وهو ذكاء الذكاء هو استغلال الموارد الموجوده في العالم لاجل ان يحمل الانسان نفسه لاجل ان يتجاوز هذه المرحله وبالفعل حدث هذا الشيء والان نحن نستمتع بهذه او نتقبل تباشير الفرح في هذه اللحظات وبالذات وهنا نتحدث عن امر مهم جدا في انتقالنا الى هذه المرحله مع شخصين شخص الان ينتقل مباشره الى الانتقال الوضع الطبيعي وهو كل الاوضاع عنده طبيعيه يعني تلقى بعض الاشخاص لا يعلم ان هناك بعد في مرحله رابعه وفي مرحله اخرى راح يعني يكون اكثر فيها تباشير فرح ويكون اكثر فيها يعني حريه في التعامل صحيح نقول لهذا الشخص انه لكل شيء شي له تعامل خاص يعني عندك مثلا التعامل مع كبير السن يختلف عن التعامل مع الصغير ايضا التعامل مع الظروف الصعبه يختلف عن التعامل مع الظروف السهله اخذنا مثلا من من الاشياء الجيده في ظروف الوباء ان الدراسات تشير ان قله حصول العدوى العاديه للزكام وغير ذلك من الامراض الاعتياديه يسمونها فحصلت قله في هذا الموضوع وهذا ناتج من احتراز الناس وهذا شيء ماشي مع الشخص اللي اصلا الحذر وغير الحذر وناخذ الشخص اللي راح يكون عنده نوع من الخوف الزياده نقول نقول له لا الاوضاع انكشفت الحين الامور صارت سهله خلاص قوم مارس بعض الاشياء كما انت تمارس سلوك الحذر كنت الان تمارس سلوك عدم الحذر في بعض الاشياء اللي تستطيع تمارسها في الحياة أكيد. دكتور ممكن بعض يقول لك يعني نكون صريحين في هذا المحور احنا متعودين على العيد وعاداتنا وتقاليدنا الزيارة تجمعات الكبيرة غدا العيد حب الخشم العيد، حب والسلام نعم والتقارب <applause> بدون كمام وهذه الأمور ولكن احنا يعني في ظروف استثنائية خلينا نقول في هذه الجائحة فكيفية التعامل مع هذه المتغيرات من الجانب النفسي؟ العيد لابد ان يكون عيدا يعني صحيح اختلفت الظروف لكن ان شاء الله فرحه العيد لن تختفي ولن تختلف الانسان يحتاج الى هذه المواسم بعد ايام كثيره حافله بالانشغالات وحافله بال التي لا تنتهي بالاعمال التي لا تنتهي لكن وصل الحين الى مرحله يستطيع ان يسعد فيها يستطيع ان يفرح فيها يستطيع ان يجتمع مع من يحب لكن نحن نشير دائما ونكرر أن الإنسان يستطيع أن يفرح لكن بحسب الموارد المتاحة. يعني عيد الأضحى بالذات ترى كان فيه نوع من يختلف عن عيد الفطر يعني في الأوضاع الطبيعية يعني كان صح بعضها حاجين مثلا وكذا ما نشوفهم مثلا. لكن نستمتع بهذا العيد نعم هذا لا شك فيه لكن حسب الـ الاحترازات حسب الاحترازات وبعدين اختلف بعد الأمور أصبحت أسهل شوي يعني في الأماكن المفتوحة في عدد مسموح فيه أكبر الأماكن المنغلقة صار في الامور اكثر، لكن في الاخير احنا نبي تكتمل فرحه العيد تكتمل بدون اي يعني ان شاء الله ضرر على احد، تكتمل فرحه العيد بتواجدنا ان شاء الله مع من نحب لكن بالطريقه المناسبه، ان تواجدنا وفق الشروط هناك تباعد موجود بكل بساطه، نعلم هذا يعني جروب العائله نطرش حتى التعليمات الموجوده عشان تكون فرحه ان شاء الله يكون له وقت معين للزياره علي يعني يعني دكتور انا هي. صراحه بشتكي لك صراحه يعني اشتكي لك انا عندي عيالي وفي الصيف هذا كله كامل ما راحوا مكان ودائما مسوين التباعد الاجتماعي ومحتراز وما يروحون عند اهلهم الباقيين كبار السن والحين جاي العيد ويبون يطلعون ما ادري ايش اسوي وانا <applause> تاثرت نفسيتي صراحه صحيح اول شيء شي. اول شيء هم هم حر... لازم يكونوا حريصين على نفسيتك ولازم يكون الانسان في البدايه اهم ما عنده يعني العائله الخاصه، يعني احنا لما نروح نزور اهلنا الباقيين فرحتنا لازم تكتمل مع يعني مع اهلنا ومع ابونا وامنا الموجودين. أه نعم الاشياء هذه فيها قيد، نعم في هذه الاشياء ما تعودوا في الاخير الابناء ما تعود العوائل على هذا الشيء، لكن نعيد ونكرر احنا نبي الفرحه تكتمل. احنا نريد ان نمارس هذه الفرحه حتى بالراحه، ترى احيانا في بعض الزيارات يعني تكون زيارات موجوده وناس موجودين لكن ما يكون فيها فرحه لان ما فيها تفاعل. صحيح. التفاعل اهم شيء الفرحه فرحه العيد تكون موجوده في كل الاحوال سواء بالزيارات او غير الزيارات. نحن نستطيع ان نمارس هذا الشيء حتى من غير هذه يعني انفتاح في الزيارات واخذ الحريه بهذا الموضوع. بكل بساطه الفرحه فرحه العيد هي فرحه تعبديه قبل ان تكون فرحه فقط اجتماعيه. هي فرحه فيها نوع من وجود الشخص ينعم بهذه الصحه، ينعم تجاوز لخطر كبير في مرحلة مراحل الأولى من هذا الوباء إحنا نسعد بهذا الشيء بالتالي سوف لا نفكر ولا يكون تفكيرنا فقط ضيق على أشياء والعيد فرحته اكبر يعني احنا أو نسوي نقدر احنا نسوي فعاليات بانفسنا ونقدرهم نعم نقدر نقدر <applause> وكل سهوله جميل. دكتور لو نتكلم من الجانب التربوي وانت مربي فاضل يعني نستغل وجودك اليوم شكرا. في برنامج حياتنا كيف نغرس قيم عيد الاضحى المبارك من ذبح الاضحيه من صلاه العيد من صلاه الرحم في نفوس الابناء والجيل القادم خصوصا مع هذه الظروف فعلا سلمان سؤال جدا مهم يعني ترى الظروف قبل شوي تكلم عنها علي فعلا يعني لما ما نزور نطع المجال او نعطي مجال نمنح الفرصه لانفسنا ان نعلم ابنائنا بعض الاشياء وخصوصا ان الاضحى فيه الاضحيه فاحنا نعلم الابناء مثلا طرق كيف الانسان مثلا يذكي كيف الانسان ايضا يكون عنده نوع من تقديم الاضحيه في انواع من الاضحيه في هناك فديه فديه عند الحاج مثلا تختلف وهناك هدي عند الحاج يختلف عن الاضحيه الموجوده صحيح. كم متى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الاضحيه ذبح عن نفسه لا ذبح عن اهله انظر الى التقارب انظر الى يعني لم يذبحها فقط او لم يمنحها ويتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى عن نفسه فقط عن الاخرين، أكي. اعتقد ان الدروس الموجوده حاليا مواتيه لكي نعلم ابنائنا والظروف مواتيه لكي نعلم ابنائنا الكثير أكي. من الاشياء في هذه الظروف اكيد الحديث معك شيق لكن الوقت داهمنا دكتور محمد، كل الشكر للمشاهدين الكرام للدكتور محمد العنزي اخصائي علم النفس، طبعا سلمان اليوم انت جهز نفسك على اساس ان شاء الله الاضحيه والعيد باذن الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا الموعد الجدد فيكم بكره الساعه 7 في نفس التوقيت على شاشه تلفزيون قطر مع السلامه الله